تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي بورسعيد وسوهاج في تطوير المناطق بالمحافظتين ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن. وفي محافظة سوهاج قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بجولة ميدانية بمركز ومدينة جرجا، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولقاء مع عدد من الأهالي والاستماع أيضا إلى آرائهم ومطالبهم. وفي محافظة بورسعيد تتواصل أعمال الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق بجميع أحياء المحافظة.